أننا دولة ريعية معتمدين بأكثر من 94% على النفط فسنتأثر مباشرة، ولكن هذا التأثر باعتقادي لن يكون في 2022 وإنما سيكون في 2023، لأنه كانت لدينا وفرة ونحن لم يكن لدينا موازنة، بالتالي لم يتم صرف كل الموارد هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية، ايش قد حجم هاي الوفرة يا سيد جمال أو هذا الفائض؟ انصح تسميته بالفائض. لحد الآن ليست لدينا يعني مبالغ دقيقة، وباعتقادي هذا الفائض ليس حقيقيا، لأنه لدينا قروض ما يقارب 100 تريليون دينار داخلي وخارجي. ولكن إذا قارنا 2022 ب 2021 فأسعار النفط كانت تقريبا مضاعفة، وما أدرج في الموازنة يعني كان أكثر من ضعفين ونصف تقريبا. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أي انخفاض في أسعار النفط فإن تأثيراتها على الدولة العراقية تتبين بعد 3 أشهر، لأنه ما نبيعه اليوم من النفط نستلم مبالغه بعد 3 أشهر. بالتالي ملامح هذا الانخفاض لا سمح الله إذا استمر وانخفض إلى أسعار دونية كبيرة فستتبين في 2023. بالتالي نحن من الآن إلى 2023 في مأمن من الناحية الوفرة المالية.